يجوز للمسافر ان يصلي صلاة الظهر كاملة اذا صادف جماعة مقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك اذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر وهو لم يصلي الظهر، هل يقصر الظهر ويصلي اربع المسافر اذا ادرك المقيمين صلى معهم اربعا، واذا صلى وحده مسافر صلى اثنتين، واذا ادركهم وصلوا العصر وما صلى الظهر فالصواب يصلي معهم العصر بنيه الظهر اربعا، ثم اذا سلموا قام وصل العصر اثنتين. العصر بنيه الظهر كيف يعني؟ يصلي الظهر هذا العصر لا حرج على الصحيح لانها متفقه معها. فاذا نيته فاذا نوى الظهر التي عليه صلىها خلفهم وصلوا العصر، ثم بعدما يسلمون يصلي العصر التي عليه اثنتين. فالحاصل ان المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعا، واذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له: يا ابا عباس، ما لنا اذا صلينا مع الامام صلينا اربعا، واذا صلينا وحدنا صلينا اثنتين يقول المسافرون. فقال ابن عباس: هكذا السنه، فالسنه المسافر اذا صلى مع المقيمين صلى اربعا، واذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. كثير يعني في الساعة 8:30 وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.